حلقتنا النهاردة تكون طاقة نور بالمعنى الحرفي وتكون مفيدة بالنسبة لنا كلنا. كالعادة يا حضرات هنستعرض معاكم في سياق الحلقة أشكال مختلفة من العمل الصالح، ولكن خلونا في الجزء الأول نتعرف على حاجة أعتقد لو اتحققت في بيوتنا هتفرق معانا كتير، وكلمة معانا دي أقصد بيها الآباء والأمهات والأبناء، الدفء الأسري. تعالوا بس الأول خلوني أرحب بضيفي العزيز اللي منورني في حلقتنا النهاردة، فضيلة الشيخ محمد رضا من كبار علماء الأزهر الشريف والأوقاف. يا مساء الخيرات يا شيخ. مساء الفل أستاذ. أخبار فضيلتك إيه؟ كله تمام؟ الله يكرمك. الحمد لله. بتهيألي الليلة كلها في الدفء الأسري، لو اتحقق كل الأفراد الأسرة هيبقوا عايشين حياة سوية وهيتعاملوا بشكل سوي مع كل الآخرين، يعني صلاح المجتمع ككل أكيد مبني بالكامل على صلاح البيوت والأسر، ولا أنا غلطان؟ تمام. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. أولا الدفء الأسري ده شيء يعني مهم للغاية لكل الناس، وحضرتك هنعمل مقارنة بين الماضي والحاضر، الماضي بتاع الآباء والأمهات وبين الحاضر اللي احنا عايشينه النهاردة في أولادنا واللي احنا بنشوفوه على أرض الواقع. أما ربنا سبحانه وتعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني إحنا الاثنين متداخلين مع بعض، يعني إحنا الاثنين ما نستغناش عن بعض طبعا. وربنا أما حين جعل الزواج آية من آياته قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. إذن هي سكن طبعا. طيب يبقى إذا كانت المرأة سكن وهي لباس لزوجها وزوجها لباس لها، طيب يبقى إذن يحتاج كل منهما إلى الآخر. ولذلك الجماعة الرومانسيين الناس الحبوبة الناس الكبيرة في السن تلاقيهم يقعدوا بالليل ما شبعوش من بعض بقالهم 45 سنة 40 سنة. نموذج ده موجود طبعا موجود طبعا. وخلي بالك فضيلتك من كتر ما احنا الأوضاع دلوقتي اتغيرت بقوا مثار تعجب الناس لما يلاقوا كده طبعا، مع ان ده المفروض يكون العادي. وخلي بالك والاولاد والاحفاد بقى بيتعجبوا وبيتعلموا. خدت حضرتك انت فين يا حاجه ما بتجيش جنبي ليه؟ ده انا ما تبعديش عني. شو ده الدفء الاسري طبعا. هو محتاج لها وهي محتاجه له، ما تبقاش تتاخر بره الله يكرمك. يعني فيه الاثنين محتاجين لبعض، ده الدفء الاسري. علشان كده بدايه حين يكون هناك اهتمام وحب بين الزوج والزوجة وكلاهما يهتم بالآخر بتلاقي فيه دفء أسري، تطلع الأولاد يتعلموا سواء ذكر أو أنثى طبعا أكيد. يتعلم إزاي يبقى هو مهتم بزوجته طبعا. وهي تعرف إزاي تبقى مهتمة بإيه بزوجها. مظبوط. دي اسمها الأسرة المثقفة اللي عارفة إيه الحقوق اللي واجبة عليها. إحنا طبعا أصبحنا في عصر فيه والعياذ بالله أمراض مستشرية وأمراض معدية. خدت بال حضرتك؟ يعني الدفء الأسري أنا محتاج أقعد مع أولادي، يعني كان الأول نقوله إيه ده الأب مشغول ليل ونهار عشان إيه؟ عشان يجيب فلوس. طب ما الفلوس ما بتعملش الولد، ما بتخليش نفسية الولد، يعني مش هي كل حاجة لنفسيته. لا ده أنا عايز أقعد مع أولادي. يعني أنا أعرف أحد الناس وشاب الشباب الناجحين كان عمله بيستغرق ساعات، يعني يمكن لا يجد وقت للطعام. على الرغم من كده كان دايما لازم يفرغ نفسه كل يوم جزء من الوقت يعيشه مع أولاده ومع زوجته علشان يحسسهم بيدسموا الدفء الأسري. ده فترة الكورونا أول ما ظهرت يا شيخ رضا في أسر تكاد تكون ابتدت تتعرف على بعض للمرة الأولى وقت الحجر وقت ال أيوة. والله العظيم ده في ناس اتعرفت على عيالها للمرة الأولى ما هم مش بيشوفوه. ليه يبقى بالظبط طبعا. يبقى إذن يعني احنا محتاجين ان احنا نكون موجودين مع بعض. طيب احنا عندنا دلوقتي الأمراض كترت. كان الأول يقول لك ايه ده العمل، طب قالوا لك ده التلفزيون والمسلسلات، طلع اللي هو ألعب من ده كله اللي أكتر من ده كله طبعًا. اللي هو ايه مواقع التواصل طبعًا. الاجتماعي طبعًا. اصبح الاب موجود في البيت ومش موجود، الام موجوده في البيت صحيح. ومش موجوده، الولد طبعًا. او الطفل او الحفيد طبعًا. موجود ومش موجود. ليه؟ لان هو عنده كل شيء في حياته التليفون.
صحيح. عايز يمسك التليفون ويفر فيه، واصبح الاولاد اللي هم في كي جي 1 وكي جي 2 دول لعيبه على الانترنت، واللي اقل منهم طبعًا. واللي لسه مرحوم طبعا طبعًا يعني بشكل غير متوقع. فعشان كده احنا دايما بنقول ايه، يعني يا ريت كل واحد فينا يعود. يعني انا مثلا على سبيل المثال، يعني انا شفت جد واحد احفاده ماسك التليفون وهو جاي له في زياره، يعني بيجوا الخميس والجمعه، فجاي في الزياره وعند جده، فجده بيقول له لا انت عشان اديك تاخد التليفون ده تاني لازم تسيبه تشبعني منك الاول. شوف التعبير، عايز اشبع منك طبعا. يقول له تبوسني وتلعب على كتافي ومش عارف ايه، هو ده الدفء الاسري للحفيد. طيب ابنك انت عملت معاه كده، بنتك انت عملت معاها كده. طيب كل واحد فينا مهتم بعالم الكذب وسايب العالم الاساسي، الا ان الاسره لو صلحت الاسره صلح المجتمع طبعا، ولو فسدت الاسره فسد المجتمع. واحنا طيب حضرتك لو احنا قلنا هنضرب مثالين، الاباء والامهات القدام كانوا مهتمين جدا، يا سلام الست تبقى مستنيه الراجل وهو جاي مجهزه له الاكل ومجهزه له كل شيء، وهي كل شيء التزاماته موجوده. اتفضل اللي كنا بنقوله ايه، ده عامل السيد. ايوه خدت بال حضرتك. وهو كمان يقول لها والله يا ام فلان انت وحشتيني، انت ازاي عامله ايه، مش محتاجه حاجه. في بينهم من بعض علاقه طبعا، فيها دفء طبعا، فيها اهتمام، فيها حب. كان بينتج عنه ايه، ان الاولاد يطلعوا محترمين، يبص على ايد ابوه ويبص على ايد امه ويعرف الاب ليه، يكبروا بيبقوا ازواج وزوجات محترمين ومحترمات. احنا دلوقتي اصبحنا بنفتقد ده بايه، كلنا انشغلنا بعالم الكذب، عالم مواقع التواصل. حتى ممكن حضرتك الواحد يبقى قاعد وزوجته ماسكه التليفون، يا ست انا قلت لك اعملي شاي 100 مره، يا ست ده انا قلت لك انا جعان انا عايز اكل، هي ماهيش هنا، حاضر. وهي قالت حاضر دي تيجي 15 مره بس مش حاسه لانها في عالم ثاني، هي عايشه في عالم. وهو كذلك، يعني مش المراه بس، كذلك الرجل، وكل منهم بقى بيخون الثاني طبعا. هو يعني واحد كنت في مشكله من المشاكل، وبعدين بقول له يا ابني طب انت الحياه بتاعتكم انت ما شفتش منها؟ قال كانت حلوه خالص لحد ما انشغلت بالتليفون يا عم الشيخ. وهي ده كان حلو خالص بس لحد ما انشغل بالتليفون. فبقول له يعني ايه انشغل؟ قال شوف هي ساعه ما تلاقيه نشط الان يا سلام تجري على التليفون، تلاقي التاني بقى في في نشط الان، وفي التاني ايه مش عارف اسمها، بس اللي هو يعني اوف لاين واون لاين، يعني هو موجود موجود اون لاين ولا يعني خدت بالك تلاقي لما تلاقيه اون لاين تقلق بقى. طب قلق بقى الاثنين بينهم بعد ما كان فيه الفه بينهم من بعض، بعد ما كان فيه دفء اسري بينهم من بعض، اصبح ايه، ده بيشك ودي بتشك. صحيح. طب من ايه؟ طب ما نسيب التليفون، ما تقعدوا مع بعض، يعني خلي التليفون ده يكون له وقت احتياج، انت عايز تدخل تشوف خبر، عايز تتابع حد، عايز مش عارف ايه. ولذلك شوف يا استاذ كريم، هل مش احنا بنقولوا عندنا فيه اطفال شوارع؟ طبعا. مش كده ولا لا؟ ايوه طبعا. وفيه دار للايتام. صحيح. خدت بال حضرتك؟ طب اطفال الشوارع دول اللي فقدوا الاب والام وطلعوا الشارع، ولا الاب مدور ولا الام طبعا مدوره، فاصبح ايه ده بيبقى مصيره ايه؟ ووضعه ايه؟ طبعا. وبيبقى ايه بالنسبه للمجتمع؟ عبء على المجتمع طبعا، وفساد للمجتمع، واحيانا قنبله موقوته للمجتمع. قنبله موقوته ده بلا شك طبعا. حضرتك انا هخاف على نفسي انا كراجل، طب ومراتي وبنتي، خدت بال حضرتك؟ يعني واخويا واختي، يعني اذا دي اصبح قنبله موقوته للكل، يعني ممكن اي حد يناله الشر بتاعه طبعا. ليه؟ لان ده ما لقاش حد يربيه او يقعد معاه او يعلمه او يديله الحنان والعطف والموده والرحمه اللي المفروض يتوفروا له من الاب ومن الام. برضو على ذكر القعده اللي بيقعدوها افراد الاسره كامله في بعض الاحيان في نفس الاوضه، غرفه المعيشه الليفنج روم او ايا كان، ساعات وبيعملوا ده من باب المرح يعني والفكاهه، تلاقي مثلا الاب من دول ايه مثلا قاعد مشغول في الموبايل، فلقى مثلا صوره احدى السيدات الجميلات، فيبتدي يبص لمراته يقول لها شايفه الستات. جمله زي دي كفيله بانها تذبح الست، وهو فاهم ان ده ظرف ولطافه. طيب مش ده بيحصل برضه؟ اكيد بيعدي. انا هقول لك على حاجه
حصلت من فتره اقل من شهر خير. في مشكله من المشاكل واحد نفس القصه كده برضه قال لها شافت سته فانا قلت له ايه، طب انا عايزك تطلب لقاء وتقابل الست دي تعرف. لقاها ست كبيره في السن اصلا ده كويس لقاها ست من اساسه خلي بالك، ما هو ده عالم افتراضي كاذب وخادع وحاجه بالظبط، كله خداع وكذب. طبعا خدت على حضرتك طبعا. يعني سبحان الله، يعني الانسان لابد ان يكون عنده حنكه وعنده ذكاء وعنده فطنه ويعرف انا اللي ربنا احله لي مفيش اجمل منه ولا احسن منه، انت مين الست اللي هتنوب مكان الست بتاعتك، وانت تبص لحد تاني ليه؟ ما هو ده توجه موجود. طيب. ده توجه عام عند بعض الناس، يعني في تلاقي بني ادم كده عجباه ارزاق كل الناس الا رزقه، عجباه مراتات كل الناس الا مراته، يعني طيب النوع ده الدنيا بحالها بقى بالظبط كده، ويحب الدنيا بحالها بالظبط الا مراته برضه مثلا طبعا. فاحنا دايما يا استاذ كريم بنقول ايه؟ يعني ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وساعه انت ما هترضى بجسمتك هتبقى اجمل واحده في الدنيا. ده انا بقول ده لمين؟ للراجل. طب والست بقى اهم من الرجل. ليه؟ الرجل يحل له اذا اراد ان يستعمل ما احل الله له انه يتزوج باربعه، لكن الست ما يجوزلهاش الجمع بين اثنين. طبعا فانت يا ستات عليها الالتزام والرجال عليهم الالتزام عشان نلاقي فيه دفء اسري. ودوا لبعضكم مساحه من الوقت، حبوا بعض فيها وتبادلوا المشاعر الحلوه والموده والرحمه اللي ربنا خلقها بينكم وبين بعض. عظيم. تعال بقى نقف يا شيخ رضا عند اسر وبيوت قد يكون فيها ما يكفي من الدفء الاسري كعلاقات اجتماعيه وعلاقات انسانيه بين افراد الاسره الواحده، لكنهم مفتقدين تماما للدفء بمعناه المادي الملموس. في ناس من اهالينا عايشين في بيوت متواضعه جدا، يكفي ان البيوت دي ما فيهاش سقف، يعني الناس دول عايشين صيف شتاء منهم للسماء. تابعوا معنا. البساطة بتبقى مش محتاجة حاجة، ولكن والله في ناس أهالينا كده موجودين زي القرية اللي احنا موجودين فيها في بني زايد في مركز ناصر في محافظة بني سويف، البيوت محتاجة حد يساعدها في ان احنا نكمل مظهر البساطة بتاعها. ثلاث أسر عايشين في بيت واحد. أيوة أنا مش ببالغ يا جماعة. آدي أول أوضة اهي، أوضة رقم واحد. الأوضة دي رقم واحد، الأوضة دي اللي بيقعدوا فيها يا جماعة. الأوضة دي كل الأسرة اللي هنا أو الأسر اللي هنا بتقعد في الأوضة دي، وإحنا بس بنحط لمسات البساطة. إحنا بنكمل مع نكمل شكل البساطة دي بالسقف اللي إحنا بنعمله علشان خاطر نحافظ بقى من شوية تراب ينزلوا، شوية مطرة ينزلوا، يعني حماية كده في الحر ومن البرد بفضل الله سبحانه وتعالى. ده الواقع. أنا مش جايب مناظر جرافيك أو كده أو كده، لا والله أبدا. على أرض الواقع أهو، آدي السقف يا جماعة اللي بيغطيه، آدي السقف اللي بيمنع عنهم حرارة الشمس، اللي بيمنع عنهم برد الشتاء. ادي اوضة رقم اثنين، ساكن في الاوضة ديت اسرة كاملة، اسرة كاملة في اوضة واحدة. ودايما بنفتكر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. دي الفرحة اللي انتوا بتعملوها النهاردة، بنسقف للاسر دي كلها الاوض بتاعتهم ديت. البساطة دي هم كانوا محتاجين حد يساعدهم في السقف ده، وإن كان يبدو لنا إحنا أنه أمر بسيط جدا ومش محتاج إن إحنا يعني تكلفة عالية، فالحمد لله رب العالمين إن ربنا قدرنا وكنا سبب، وحضراتكم كنتوا سبب في دعمنا إن إحنا جينا عملنا لهم ده. والحمد لله الفرحة النهاردة بتتحقق في بني زايد في محافظة بني سويف. أوعوا تتأخروا على مؤسسة نبض الحياة، لسه قدامنا كتير جدا أسقف عاوزين نعملها. كل ده مش هيتم إلا بفضل الله ثم وسندكم معانا. الواحد ساعات بيبقى واقف مثلا في بلكونة بيته أو ورا الشباك من شبابيك البيت وشايف الجو بره عامل ازاي. الناس دول بقى وضعهم مختلف، الجو اللي بره ده اللي احنا بنتفرج عليه من ورا الإزاز ومن ورا الشبابيك، لا الجو ده موجود عندهم جوه البيت. يعني لو جو بره الدنيا غرقانة مطر، في المطر ده بيغرقهم هم شخصيا جوه البيت هم وعيالهم.
لو بره في حشرات فالحشرات دي عنده ايا كان. احنا بنتكلم على ناس فعلا منهم للطل. اعتقد الشيخ رضا ان المبادره دي يتقال عليها هي شامله الاثنين، هي موسميه من ناحيه ومن ناحيه تانية هي مستمره طول السنه، لان الناس دول منهم للسماء طول السنه. طبعا هو يمكن المنظر اللي حضرتك شفته فيه منه كتير جدا، واحنا يوم الاربعاء الماضي كان المؤسسه كلها كانت في مركز اطفيح محافظه الجيزه بجوار بني سويف على طول يعني. ايوه لان المنطقه اللي هناك ديت محتاجه يعني ان محتاجة احنا كل حاجه الحقيقه نكثف الجهود فيها، لان احتياجات غير عاديه. كانوا هناك بيوزعوا 1000 بطانيه بفضل الله، وبيعملوا اسقف، والاسقف دي بنعملوها هناك. وعندنا مستهدف، عندنا بني سويف وعندنا البحيره وعندنا الغربيه خدت حضرتك، وعندنا اماكن كتير جدا محتاجه اسقف. ويمكن اذكر على سبيل المثال يوم الشتاء اللي فات ده، اللي هو كان يوم الاربع بالليل لما الجماعه جم من اطفيح، وهما الاربع بالليل كان في حد في عندهم اسقف. انا اعرف البيوت دي ورحت وشفتها قبل كده. اول الشتاء ما نزل، والله يا استاذ كريم كان احساسي بقول لواحد من الناس المسؤولين، بقول له انا الناس دي عامله ايه دلوقتي في الشتاء؟ الشتاء نازل عليهم ازاي؟ طبعا هيلاقوا مكان يتداروا فيه فين؟ يعني هو لو هرب من المكان ده عشان بينزل ميه هيلاقي حتى طبعا جنب الحيطان مفيش يعني شيء. احنا بنهرب من اجواء العاصفه باننا نروح بيوتنا، الناس دول بقى يعني مش جوه بيوتهم في وسط العاصفه. لا ده هم يعني هم في بركه من الميه. طبعا بركه ميه طبعا. يعني هم حتى مش لاقين ان هم يقفوا. طبعا مفيش مكان ان هم يقفوا، لان نازل كله نازل على الارض. طبعا فطبعا دول اخواتنا ودول اهالينا، واحنا اللي محتاجين ان احنا نروح لهم ونقول لهم ايدنا في ايديكم وكتفنا في كتفكم، واحنا لازم يعني نقدم لهم يد العون والمساعده. لان زي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. طول ما احنا بنساعدوا بعض، طول ما ربنا يفتح لنا ابواب الخير، وطول ما ربنا يبارك لنا في اموالنا وفي عافيتنا وفي اولادنا وفي ذريتنا وفي كل ما نملك ربنا يبارك لنا فيه. فاحنا عايزين دايما ما ننساش اخواتنا اللي هم ما لهمش سقف، واحنا في الشتاء دلوقتي. وحضراتكم شفتوا يوم ليله الخميس اللي هو يوم الاربعاء بالليل، شفنا الشتاء كان شكله ايه. طبعا ولسه كمان. ده البدايه طبعا. خدت بال حضرتك؟ فمش عايزين شتاء تاني ينزل عليهم الا لما نكون مسجفين لهم ان شاء الله في اسرع فرصه وفي اقرب فرصه ان شاء الله نعمل الاسقف المطلوبه، لان عندنا عدد كتير جدا طبعا من المعينات عايزين نسجف لهم ان شاء الله. انا عارف ان الغرفه الواحده متوسط تكلفه تسقيفها حوالي 7000 جنيه صح كده؟ ايوه الغرفة المتوسط بتاعها 7000، والحجرتين والحمام والصالة والكلام ده ب 30000. 30000 يعني البيت كامل يتسقف طبعا. طبعا شوف حضرتك بقى، ما يعني حد يخلي حد ما كانش نايم ما كانش عارف ينام ولا يقعد طبعًا، او يقيم في المكان بتاعه صحيح، بقى بينام طبعًا، ومش همه بقى الدنيا بتشتي ولا ما بتشتيش طبعا. شوف بقى طبعًا ده اجر وثواب عند ربنا شكله ايه. صحيح. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع نفتح ملف جديد مع فضيلتك. مشاهدي قناة النهار في كل مكان، واكيد بجدد الترحيب بضيفي العزيز اللي منورني فضيلة الشيخ محمد رضا، اللي النهارده طبعا سعداء جدا بوجوده معانا، وكمان يعني بنستغل بقى وجوده الكريم في ان احنا نستعرض مع حضراتكم اشكال مختلفة من العمل الصالح في صورة مبادرات وحملات في منتهى الإفادة وفي منتهى الأهمية بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. والمؤسسة ليها بدل العنوان الواحد أربع عناوين هيظهروا حالا قدام كل حضراتكم على الشاشة وبشكل مفصل. تعالوا بقى نتكلم شوية عن ملف الوقف وتحديدا وقف النخيل، تابعوا معنا. الواحد ما كانش متوقع ان يبقى بالطريقه دي وبالجمال ده وبالدقه دي. يا محبين لله والرسول اشتركوا في هذا المشروع.
الناس اللي هم قائمين على المشروع ناس عندهم أمانة، فإحنا جينا علشان خاطر نشوف بعينينا، وجينا لقينا الناس آمنين جدا على المشروع. وأتمنى يا رب يا رب إني أفضل كل سنة أعمل نخلة، ويا رب يكون المحصول بتاعه كله في أبواب الخير كلها يا رب. واللي أنا شفته النهاردة فوق ما كنت أتخيله بجد، معاملة أحلى معاملة، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم ومعاملتهم في منتهى الجمال بصراحة ربنا. إن شاء الله العيلة كلها بإذن الله مستعدية تعمل نخلة واثنين وثلاثة كمان، وأي حاجة بتبرع بنبعتها لكم مع نبض الحياة ماشية معها على طول على طول. تاني زيارة ليا المرة دي، وحاجة جميلة فعلا، يعني أنا يعني أصريت الحمد لله إن أنا أجي المرة التانية وإن شاء الله التالتة والرابعة، وربنا ييسر. يعني هو المشوار فيه مشقة بس الواحد مش حاسس بجد. يعني بقول للي بيشوفنا دلوقتي ولسه متردد ان هو يجي ولا ما يجيش او يشترك ولا لا يشترك ويجي، وهينبسط جدا ان شاء الله. انا بقالي كذا سنه بصراحه كنت عايزه اشترك في النخيل، كنت متشوقه ليه جدا جدا، ثم ربنا اذن انا أول مرة أجي النهاردة. بس حاجة تاني، أنا عاملة 5 نخلات لوالدي سيد مصطفى الطبلاوي وماما نعمات حسن مصطفى. بسم الله ما شاء الله، مع كل مرحلة يعني الدنيا بتحلو والأرض بتخضر والبشاير بتهل، وحاجة عظمة ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يديم علينا الخير. أمين يا رب. ويحفظ هذا الوقف. أمين يا رب. ويجعله دايما في قضاء حوائج الناس، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. أمين يا رب. وأن يجعلنا أمناء كما يريد سبحانه وتعالى وبما يرضيه عز وجل. يعني الشيء أما في التقرير ده الجمال كله أن المرحلة الأولى اللي كنت صحرة وكنت أنا خايف، وبهني كل الناس المتبرعين ان المرحله الاولى دي ان شاء الله فيها انتاج السنه دي ما شاء الله، ما شاء الله. هي والامهات ما شاء الله، والمرحله يعني الثانيه مش مجرد بشاير، لا ده انتاج ان شاء انتاج السنه دي ان شاء الله، ما كانت بشاير السنه اللي فاتت. اللهم صل على النبي. والبشاير بقى في المرحله الثانيه ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ما شاء الله. وطبعا ده شيء بيسعد الجميع، لان هيبدا اصبح اللي عامل نخله ب 5000 جنيه اصبح هيبني جامع، وهيشترك في محطة تنقية ومعالجة، هيشترك في وصلات مية، هيشترك في حفر بير تجميع أمطار، هيشترك في مساعدة غارم ويتيم ويتيمة في التزويد، هيسقف بيت زي اللي احنا شفناه. خدت بال حضرتك، هيقوم يشترك في جميع أوجه الخير، الخير هيعم. انتوا عشان كده بقى يعني فكرتوا في فكرة الوقف، عشان كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده. فكرة الوقف دي احنا عملناها كفكرة استثمار خيري. ايوه. لان احنا على طول الوقت انت عشان تعمل الخير عايز تتلقى تبرعات. مظبوط. طب افترض انها قلت. طب. او مش اللي داخل مش قد اللي مطلوب. مش قد اللي مطلوب مني. طبعا. اعمل طبعًا. ايه؟ يبقى عندي دخل ثاني اني اصرف منه على اوجه الخير. وده طبعا الشيء الجميل في وقف النخيل وفي وقف الزيتون. واحنا ربنا يبارك ان شاء الله، برضه هيبقى عندنا بشاير السنه دي في وقف الزيتون باذن الله في شهر 9. هو اسرع في الاثمار على النخيل. بالظبط. لو احنا جايبينه ابن 9 شهور يعني قطع شوط اصلا قبل ما يجي، قطع شوط قبل ما يجي. فطبعا يعني ده كله خير ان شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى ان يديم علينا نعمه. أمين. وفضله، وأن يجعلنا دائما أمناء على هذا العمل. طيب فضلتك قلت أن في وقف النخيل النخلة الواحدة أو الفسيل الواحدة تكلفتها 5000 جنيه. نعم. شاملة إيه عشان نعرف الناس؟ شوف حضرتك، المرحلة الأولى ما كانت ب5000، والمرحلة السابعة دلوقتي أيوه بنفس ال5000. علما بتغيير الأسعار كم مرة. طبعا. أمال إيه؟ وفي كل حاجة. بالظبط. طب
احنا يعني بفضل الله عشان عندنا ارض عندنا فسائل بتوفر لنا مبلغ كبير، فده هو المفروض ال 5000 ثمن الارض، ثمن الفسيله، ثمن الناس الرعاية اللي هم العمال والمهندسين والاستشاريين، ثمن التسميد، ثمن الري، خدت بال حضرتك كل الطاقة الشمسية، كل ده حضرتك ده يعني 5000 ما يعملوش حاجة، لكن هو فضل الله احنا قلنا ايه ان المتبرعين اللي معانا دايما هم اللي كانوا معانا قبل كده او اللي جاي جديد، احنا برضو بنقول له انت ليك رجل في نبض الحياة، وتعالى شوف يعني احنا على ارض الواقع عندنا انتاج ان شاء الله. جميل. على ارض الواقع جميل. احنا اللي حبه معانا في شهر 4 باذن الله اللي هو بعد العيد مباشره إن شاء الله. بعد رمضان هيجي يشوف البشائر اللي هي بتاع الانتاج اللي هو المرحله الاولى والبشائر الثانيه والبشائر الانتاج بتاع الامهات. جميل. الى جانب الفسائل اللي حضرتك بتشوفها في البشائر دي. ففضل الله ده كرم كبير من ربنا، نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه، وربنا يديم علينا نعمه وفضله ان شاء الله ويعطينا من فضله عز وجل. يعني احنا يعني لسنا اهل لان نكون في شكل من الاشكال الا بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع وان يجعله في موازين حسناتهم وان يجعل هذا العمل دائما ابتغاء مرضات الله ولوجهه الكريم عز وجل. جميل. بتهيأ لي انا مش محتاج حتى اسال فضيلتك على حجم الاقبال على الملف ده لان هو شرح نفسه الحقيقه، بس برضو نسمع منك. هو حجم الاقبال يعني انا شخصيا بحب ان يكون ليا دايما في كل مرحله من المراحل عدد من النخل، واتمنى ان تكون فدادين، اتمنى ان يوسع الله علينا ويكون فدادين من النخل، علما بانني ادعو اليه وادله على الخير كفاعله. اكيد. الا ان انا بشوف الناس يعني سبحان الله الناس اللي جربوا قبل كده بيعيدوا تاني وثالث ورابع. طبعا خدت حضرتك. والشيء الغريب لقوا بيبقوا حريصين ان هم يجوا معاك برغم ان هم جم مرتين ثلاثه قبل بالزبط. كده وكلنا عارفين ان الطريق ده كله مشقه الحقيقه، بس حرصهم اكبر بكتير من المشقه. وشوف حضرتك يمكن من الناس الحريصين على المال والفلوس ما تطلعش كده بسهوله. ايوه. اتفاجئت انهم بيتبرعوا بيعملوا نخل. انا عايز اعمل نخله لابويا، انا عايز اعمل نخله لامي. انا يعني انت متخيل حضرتك حتى الناس عشان عارفين اهميه اللي بيحب الفلوس الأمر. اللي بيحب الفلوس قال لك لا ده النخله، ده النخله هتطلع لي كل سنه كام، ده ما فيش ادخار في اي بنك ولا في اي مكان يديني الربح ده. خدت بال حضرتك؟ وربح ايه بقى؟ ربح حقيقي. الفلوس انا حاسبها للورثه، المال المال مش مالي طبعا. خدت بال حضرتك؟ طبعا. والبيت اللي انا قاعد فيه مش بتاعي طبعا. وحتى السرير اللي بنام عليه هيبقى ملك غيري، حتى السفره اللي انا باكل عليها او الطبليه اللي انا باكل عليها غيري، خلاص انا ضيف، كل من في الدنيا ضيف طبعا. وما في يديه عاريه، والضيف مرتحل والعاريه مؤداه، هتروح لغيري. طب انا عايز ادخرها لنفسي اعمل فيها ايه؟ بعينها احط لنفسي صدقه جاريه. ما خلي بال حضرتك مش بتقعد ال 80 ولا ال 100 سنه بس بتاعت النخله، ده غير فسائلها. لا ده فسائلها بتطلع منها طبعًا. هي طبعا ولاده طبعا، بيطلع منها 25 فسيله، كل فسيله بيطلع منها 25 مزبوط. الى ان تقوم الساعه. مظبوط. بس انا عايز اقف مع فضيلتك عند التفصيله دي بتاعت فكره ان المال مش مالنا وانه كده كده رايح للورثه. ما هو الورثه دول اللي هم اولادنا تمام، وممكن جدا يكون شخص لا يملك من الحياه مثلا غير 5000 جنيه، انا بقول لفضيلتك مثلا يعني تمام، وبيفكر طب انا ازرع بيها نخله ولا اسيبها لابني اهو يعملوا معاه اي واجب بعد ما اموت مثلا. شوف يا استاذ كريم، مين فينا اللي يضمن الرزق؟ ما حدش. حد يضمن؟ لا. حد انت ولا تعرف ولا يضمن العمر. طب انت تعرف ابنك ده هيكون مستقبله ايه؟ لا طب طبعا. امتى اضمن مستقبل ابني؟ ربنا قال هل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتقي الله ايه؟ انا معايا 5000 قمت جاي لي يا رب انا هروح اعمل بدول نخله تكون صدقه لوجهك الكريم وارزق ابني. انا كنت عينهم لابني او لبنتي ارزقهم. طب تعرف يا استاذ كريم امبارح واحده ست كان عند ابنها مرض مزمن، فبتقول لي ايه؟
أنا عملت إطعام بنية إن ربنا يشفي ابني، وداخت عند الدكاترة بتقسم لي بالله ما عدى أسبوع ربنا شفى ابنه. يا الله شوف يا شوف حضرتك داو مرضاكم داو مرضاكم بالصدقه طبعا. شوف انت بقى انت لما بتكون نيتك ان انت هتعمل نخله هتطلع كام وهتعمل ايه كل سنه صحيح. وهتكون خرشك الى ان تقوم الساعه ربنا هيسيب ابنك ولا بنتك حاشا لله مستحيل. خلونا نشوف كمان تقرير اتفضل. يعني في النص الثاني من شهر 4 بعد العيد باذن الرحمن هتكون المرحله السابعه ان شاء الله صح كده ان شاء الله. طيب شهر 9 و10 بقى يعني في موسم الزراعه بعدين هيبقى ايه الوضع؟ بنتكلم في المرحله الثامنه ولا انتوا هتغيروا المكان ولا ايه؟ لا 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 في سهل قروين انما الثامنه لو حسبتين وادي النطرون وادي النطرون يعني احنا كده السابعه في سهل قروين ان شاء الله. احنا طبعا عندنا امتداد للارض وموجود عندنا وبنستصلح ارض جديده كمان اللي معالي المحافظ يعني احنا بنشكره شكر جزيل لما لقى اهتمام ونجاح مؤسسه نبض الحياه طبعا بيساعدنا ان احنا ناخدوا ارض جديده. المؤسسه احيت المنطقه دي اصلا. سمع ان في الفتره الاخيره بقى في حتى مستثمرين بعيدا عن مستثمرين كبار جدا دخلوا هناك بقى اتعمر كنا احنا لوحدنا بنمشي بتاع 40 50 كيلو لوحدنا ما فيش حد هناك دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله يعني هي. المكان عمر كله والمكان بقى كله عامر بال انا مش فاكر كان الشيخ دسوقي ولا مين بيقول ان هو دخل بص على المكان ده من خلال جوجل ايرث شاف انها دلوقتي بقت خضراء كلها خضراء اول صفار الصحراء بالظبط دلوقتي بقت خضراء احنا كنا سبب الحمد يعني لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله. اما بقى عن الـ 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 الناس اللي هتروح معانا في شهر 4 انت بتسال واللي هيروح بقى في المرحله الثامنه أيوة. اللي هم في شهر ايه 9 او 10 9 او 10 احنا غالبا هنخليها 9 ان شاء الله ليه عشان هيكون في انتاج في تغليف وتعبئه للطم المرحله الاولى والثانيه بتاع المرحله او الاولى مبدئيا ايوه صح والثانيه دي هتبقى بشاير الاولى والامهات الله. فتخيل حضرتك بقى هتبقى عشان الناس يشوفوا الفرحه على حقيقتها ابتديتوا بقى تسعوا في موضوع المصنع هم طبعا ان شاء الله فهم دلوقتي هيشوفوا ايه هيشوفوا البشائر الخضراء دلوقتي
في شهر 4 أيوة. اللي هي المرحلة السابعة. المرحلة الثامنة بقى اللي هيجي معانا هيشوف الإنتاج وفرحة طبعا. ما بعدها فرحة طبعا. يمكن يقولوا احنا عايزين نبيت هنا ما احناش عايزين نروح طبعا أكيد أكيد. فربنا يتم الفرح إن شاء الله شاء ويتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ويديم علينا خدمتنا لإخواتنا وحبايبنا اللي هم الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لأن قضاء حوائج الناس ده من أفضل العبادات اللي ربنا يختص بها عباده، اللي هي أفضل من الاعتكاف في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر. أما تجد الواحد بس مصلحة ده حضرتك لو أنت عامل إطعام اللي بتدي له الطعام يقول ربنا يسترك ويزيدك من نعيم الله ويجعله دايما عام ويبارك لك ويفرحك كل الدعوات الحلوه عشان وجبه طبعا خدت لحضرتك طيب اللي بتسقي كوبايه ميه بيقول لك ربنا يبارك لك وما ده حتى الست اللي عملت نزلت الخوف بالخوف بتاعها ملاته ميه عشان تسقي الكلب كلب كانت عامله فاحشه ربنا غفرها لها خدت ما بالك اللي بيسقي انسان دي شربت الميه طب اما تستر ناس بسقف طب ما تساعد عروسة أنا النهاردة يا أستاذ كريم وأنا جاي في الطريق وأم من الأمهات بتشتكي لي بتقول لي بنتي ما حدش سائل عني وبنتي ديت أبوها ميت وهي عندها 40 يوم لا حول ولا قوة إلا بالله أبوها ميت وهي عندها 40 يوم وعايزة تسطرها ونعي هم الدنيا والدنيا كانت سودة فمش قلت لها سيبها على الله إن شاء الله مؤسسة نبض الحياة بإذن الله تتولى الحالة بتاعتها وربنا ان شاء الله يعيننا يعني شوف حضرتك بقى الخير شكله ايه ومستوياته ايه انت تخيل بقى انت ما تستر عيله او تستر اسره حتى طبعًا. لو الاب موجود ومش لاقي يزود بنته والنموذج ده موجود كتير طبعا طبعا واحد موظف على قد حاله هيجيب منين مع الغلاء طبعًا. اللي احنا فيه ده فاذا يعني ان شاء الله وبعدين بقول لكل حبايبنا بقى ان احنا العام اللي عدى عدى واللي جاي انا عايزكم يعني ابشروا تفاءلوا بالخير تجدوه سيدنا النبي اللي بيقول لنا كده وبشروا ولا تنفروا ان شاء الله الخير جاي وان شاء الله السنه دي تكون احلى من السنه اللي فاتت ما تقولوش في غلا وما تقولوش فيه وفيه وفيه ولكن قولوا ان شاء الله احنا هنصلح ما بيننا وبين الله ليصلح الله ما بيننا وبين الناس صحيح اصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله ما بينكم وبين الناس عايزين نوقف الشيخ رضا ولو لثواني عند حقيقة وواقع إن فعلا ما نقص مال من صدقة هي الحكاية مش مجرد إن المال مش بينقص ده فعلا بيزيد وعن تجربة طيب ما هو كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما سيدنا النبي يقول لنا ما نقص مال من صدقة طيب ما هو ربنا في القرآن وفي السنة طبعا. ربنا في القرآن إيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل طبعا. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وسيدنا النبي قال لنا حسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء إذا حقيقة ما يبقى مؤمن يا مش مؤمن أيوة. مؤمن يبقى آمن بالقرآن وبالسنة طبعا. قالوا إن حقيقة أنا حزيد ولا لا يبقى حزيد مش حنقص فضلتك خلاص انت طيب. حسبتها بالسؤال ده مؤمن ولا مش مؤمن ده فيه اجابه وافيه وكافيه خليني بس انا اسف لقطع استرسال فضلتك بس لازم نطلع فاصل سريع ونرجع نفتح ملف جديد لا يقل يعني لا يقل في الاهميه عن كل اللي كنا بنتكلم عنه في خلال حلقتنا النهارده خليكم معانا يا اهلا بكل حضراتكم من جديد خلوني افكركم كمان مره بان مؤسسه نبض الحياه ليها اربع عناوين مختلفين هيظهروا على الشاشه حالا قدام كل حضراتكم وبشكل مفصل وهو حصله بالفعل تعالوا بقى نتكلم شويه عن اعمار المساجد ونستهل الكلام بمتابعتنا للتقرير ده اتفضلوا الله اكبر الله أكبر.
الصوره كده والله اعلم. وانا عارف ان انتم شغالين حاليا على 3 مساجد ولسه في الانتظار 3 مساجد كمان، بس الثلاثه دول يعني الى اي درجه ممكن ان شاء الله تنتهي اعمال التشطيبات والبناء قبل شهر رمضان؟ ان شاء الله باذن الله 3 مساجد سنفتتحهم ان شاء الله قبل شهر رمضان يا مسهل. والناس ان شاء الله هتصلي الصلاه كلها والتراويح في شهر رمضان، و تعلو اصوات الدعاء والوعاظ في بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ويعلو الله اكبر في فوق المآذن. ويمكن حضرتك مسجد الحجيرات ده لو الناس الساده المشاهدين والمتبرعين فاكرين اما كان الشيخ حافظ بيفتح البوابه وهو من غير سقف واربع عمدان بس شوف حضرتك زق. احنا دلوقتي الحمد لله انا كنت معاهم في الرحله الاخيره دي. جميل. لان اصريت ان انا اروح اشوف المسجد ده، عايز اشوف كان محجر شويه معاكم طبعا. ففي عزبه عبد الكريم التابعه للحجيرات، يمكن المسجد ده فعلا انا لما رحت ولقيت المحاره شغاله والسباكه شغاله والكهرباء شغاله واللي بيركب الحلوق بتاعه الشبابيك والابواب شغالين، لقيت شيء جميل جدا وسررت. ولقيت ان الاداره يعني الدكتور عبد العزيز ولا المشروعات كله يعني والمهندس يعني متكين جامد ان احنا نسارع الزمن ونسابق الزمن في ان احنا نخلص علشان نفتتح ان شاء الله قبل رمضان. وعلى فكره على ذكر رمضان والافتتاح قبل رمضان، وحضرتك ادرى مني في النقطه دي اكيد مليار مره، بس هكذا اتخيل يعني ان احنا في المحافظات الكبيره علاقتنا بالمساجد بتبقى موسميه الى حد ما، صلاه الجمعه ماشي، صلوات التراويح طبعا وفي رمضان، لكن في القرى والكفور والنجوع اللي انتوا بتفتتحوا فيها مساجد لا الوضع مختلف طول السنه رمضان، يعني كل الصلوات الجماعيه والناس موجوده في المكان ناهيك عن ان هم بيربوا حتى عيالهم في المساجد. احنا عندنا مسجدين من الثلاثه اللي احنا بنعملهم دول المسجد الوحيد في المكان. هايل. سواء عزبه عبد الكريم طبعا. في الحجارات يعني الصلوات هتبقى فيه كامله العدد ان شاء الله. في محافظه قنا او العزبه البيضاء في مركز بطور غربيه. الاثنين دول هم المسجد الوحيد في المكان. خدت حضرتك يعني هيبقى كل زي حضرتك ما بتقول كل وقت القرية في السنه كلها طبعا كل وقت في السنه هو رمضان طبعا بالنسبه لك طبعا خدت حضرتك طبعا. لان ما فيش مكان للصلاه غير ده. في عندنا في محافظه البحيره في البريجات المسجد الكبير اكبر مسجد موجود هناك في البريجات اللي احنا بنعمل له المأذنتين دول. أيوه. وبفضل الله سبحانه وتعالى بنكمل تشطيبهم من الخارج، واحنا في الحاجات اللمسات الاخيره ان شاء الله ان شاء الله. فطبعا ده كله احنا يعني بنسابق الزمن علشان نخلص، لكن فضل ربنا علينا ان ربنا بيفتح. انا دايما كده اقول ايه مفتاح الخير المساجد، لان فعلا هي فعلا مفتاح الخير حقيقي. لان يعني فعلا طبعا عايزك تجرب يا استاذ كريم انت شخصيا شوف مسجد من المساجد اديله تبرع وشوف الخير اللي هيجي لك قد ايه العيني. صحيح. أي صحيح. انا ده يعني ده ما فيش شك انا اكتر من 40 سنه يعني. اكتر من مشترك في العمل في المساجد، كل ما اخلص مسجد ربنا يديني منحه ملموسه ما شاء الله، ما بالك بالاخره بقى ان شاء الله. ما شاء الله. فطبعا شيء مضمون ان شاء الله عند ربنا. اكيد اكيد. ليه بس انت بتعمل ايه ده؟ انت بتيسر لواحد يروح يصلي، بتيسر لمؤذن يقول الله اكبر، بتيسر للشيخ انه يوعظ الناس، بتيسر لرجل وشاب وطفل وامرأة ان هم يتعلموا امور دينهم. ده انا عندي دي الجامعة اللي بتاخد تستلم لي الولد او الصبي من 7 سنين علشان تأهله وتعلمه كل امور دينه من اول الصلاة، بيديله 3 سنين يعني 36 شهر تدريب على انه يصلي ويروح يصلي ويتعلم الصلاة، علشان يتعلم كل ما هيروح يتعلم الصلاة هيسمع الشيخ بيقول حاجة، يتعلم ازاي يحترم ابوه وامه، يتعلم ازاي يحترم الناس، يتعلم ازاي يكون يرفق بجاره، يتعلم ازاي يصل رحمه، يتعلم ازاي يحترم معلمه، يتعلم ازاي يحافظ على حفظ القرآن. كل السلوكيات الأخلاقية اللي تنهض بأسرتنا وبمجتمعنا هي موجودة في المسجد. سؤال بقى يا شيخ رضا تبادر لذهني كده وانا بسمع فضيلتك دلوقتي، في مننا ناس كتير افنت عمرها وهي مش منتظمه في الصلاه، والبعض منهم ممكن ما بقاش ركعها اصلا. الى اي درجه الشخص من دول او الواحد من دول
لو ساهم في اعمار مسجد ممكن يبقى فيه شيء من الكفاره. يا سلام، ده احلى مفتاح فعلا، احلى مفتاح. ليه؟ ليه؟ صلى على سيدنا النبي عليه وعلى اله وصحبه الصلاه والسلام. الصدقه الجنه لها ابواب، في باب الزكاه طبعا، باب الصلاه، باب الصيام اللي هو الريان طبعا، باب الصدقه. تمام تمام. انا داخل من باب الصدقه اما ساهمت في مسجد الحجيرات او العزبه البيضاء او البريجات او اي مسجد جاي بعد كده، وما كنتش بصلي، وما كنتش بصلي نعم، بس انا خلاص يا رب انا بترجم لك اهو وبقول لك انا بتبرع بالصدقه دي لوجهك عشان تقبلني عندك. هو ان شاء الله قبله من غير، حتى لو ما عادش يتصدق ربنا هيقبله يعني ان شاء الله. لكن انا عايز بقى اللي انت حضرتك بتشير له، واحد هيدفع الصدقه ده اهي عشان ايه؟ عشان ربنا يتوب عليه. طيب هو دفع الصدقه عملت له باب للجنه، داخل من باب الصدقه دي كل الناس داخلين، اللي داخل من باب الريان واللي داخل من باب الصلاه واللي داخل من باب الزكاه، كل واحد داخل من باب الباب بتاعه، وهو داخل من باب الصدقه، كل واحد رايح على المكان بتاعه في الجنه الا ده، ليه مكان مخصوص؟ ايه هو؟ قصر في الجنه، مش فيلا ولا بيت ولا شقه معموله بشكل ايه؟ مجرد ان هو ساهم في اعمار مسجد، من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنه ولو كمفحص قطار. امال سيدنا ابراهيم ابو الانبياء وسيدنا اسماعيل جد سيدنا النبي وسيدنا النبي كانوا بيساهموا ليه في اعمار المساجد؟ وبيقولوا ايه كمان بعد ما خلصوا؟ شطب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فاحنا ندعو الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومن الساده المتبرعين، وان يغفر لموتاهم ويرحمهم، وان يشفي مرضاهم، وان يبارك لهم في اموالهم وفي عافيتهم وفي دينهم وفي ذرياتهم، وان يجعلهم من سعداء الدنيا والاخره، وان يتقبل منا ومنهم السامع الصالح. اللهم امين يا رب العالمين. انا بشكر فضيلتك جزيل الشكر، نورتنا كالعاده شيخ رضا، شكرا لوجودك معانا، والشكر موصول لحضراتكم.